كانت الساعة تشير إلى حوالي 11:30 صباحا عندما اهتز هذا المقهى على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة. وعند محاولتنا التعرف على ملابسات الحادث منعنا من طرف صاحب المقهى. فبالنسبة للمصالح الوقع المدنية بمدينة سلافة تلقينا نداء الإغاثة في حوالي الساعة 11:30. بعد ما هرعنا العين ما كانت تبين على أن الحادث كان ناتج على انفجار غاز البوطان من قنينة ديال الغاز من حجم الصغير 3 كيلوغرامات. ونتج عن هذا الحادث إصابة 9 أشخاص منهم 6 ديال الزبناء و3 ديال النساء اللي حسب التصريحات ديالهم فهم كيشتغلوا بنفس المقهى. إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا تم نقل المصابين 9 على وجه السرعة ليصطدموا هذه المرة بواقعين من نوع آخر. ما عندهمش لامبيلونس ما كايناش. اللي سخاف اللي سخاف واللي ما جات فيه والو ما جات فيه والو واللي هرب هرب هذا الشيء اللي كاين. احنا دابا احنا باقيين دابا حاليا جات السوي عادي بزياده باقي ما داروا معنا والو. محروقه كلها ويرمه بالعافيه ومخلينا هنا جالسه تتزوط ما كاينش قال لك لابيلونس. واش هذا سبيطار؟ يلا هادشي راه عيب هادشي حشومه. كريحنا ما المهم ما كملناش شي قسمين ولا بحال هكا حتى تفرقعات البوطه. لا ما حسيناش خرجنا لبرا كاملين تلاحينا بقاو الجات ديال السرعه ديال البوطه تخرجتنا برا. سبع حالات تم استقبالهم بالمستشفى هنا بقسم المستعجلات حروق خفيفه تمت معالجتهم الا 2 من حروق من الدرجه الثانيه والثالثه الذي ارسلوا الى مستشفى ابن سينا للسلطه الجامعي. ولقد تمكنت عناصر الوقايه المدنيه من السيطره على الحريق فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.